طيب كل الكلام اللي كان بيرد لنا ان احنا مساعدين لده واحنا فعلا مش هنقرب ولا هنمس مية مصر، فاحنا قلنا عايزين اتفاق قانوني ملزم لينا ينظم هذا الموضوع. اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث فيما يخص عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وتحركنا في هذا المسار وما زلنا متحركين فيه. وتحركنا الأخير في مجلس الأمن هو وضع الموضوع على أجندة الاهتمام الدولي. الموضوع أنا بقوله لكم كلكم يعني مترتب كويس، وإحنا مش وليد اللحظة التفكير فيه. وعايز أقول لكم في كلام حاضر أقوله بس في كلام تاني ما أقدرش أقوله. إحنا في كلام مش حاضر أقوله صراحة، والكلام اللي مش حاضر أقوله هو الإعداد اللي إحنا بنعده جوا مصر، الإعداد اللي إحنا بنعده جوا بلدنا. يعني إيه الكلام دوت؟ ما يبقاش دايماً يعني مثلاً إحنا بنعمل مشاريع عشان نوفر كل نقطة مية عشان يبقى خدنا بأسباب الحفاظ على المية في مصر. مشروع تبطين الترع اللي انتوا شايفين ان احنا متحركين فيه، احنا رصدين له حوالي ما يقرب من 60 مليار جنيه، وبنتمنى ان احنا خلال سنتين ثلاثة نكون مخلصينه. ده عشان يعمل حاجات كتير قوي من ضمنها توفير المية. محطات المعالجة اللي بنعملها اللي اتعملت خلال الأربع سنين اللي فاتوا واللي بيتعملوا دلوقتي واللي هيتعملوا خلال السنتين ثلاثة اللي جايين، الهدف منهم هو الاستفادة القصوى مما لدينا من مياه. يعني أنا عايز أقول إن إحنا خدنا بالأسباب في كل شيء، في كل شيء. ثم كمان يعني بنقول للآخرين أنتوا تعيشوا وإحنا هنعيش، ومصر دولة كبيرة، مصر دولة كبيرة. وحاول تعبير مش عارف يعني يقبلوا مني، لا يليق بنا أن نقلق أبداً.